أهلا وسهلا بكم. اليوم يا حبيبي بدنا نحكي عن شيخ الغناء، الشيخ الصنعة، كمان ابن حلب الشهباء، الشيخ صبري مدلل. الشيخ صبري مدلل يعتبر من جيل العمالقة، كان هو شبيب جنبهم لكن هو بيجي بعدهم، وبيدل على ذلك الأمر أنه هو باصم كل أعمال المرحوم عمر البطش. يمتاز شيخنا الحبيب بالصوت الجميل اللي فيه رقة وعذوبة، يعني يدخل القلب بلا استئذان حقيقة. وهو معلم طبعا، هو ملحن مغني، أستاذ في علم المقامات الموسيقية يعني النغمات. صوته يعني جمال صوته، عظمة صوته، هو بالباص باريتون والباريتون، الله الله على هالصوت، خاصة لما بيغني للسيدة أم كلثوم. يمتاز يعني عظمة الغناء عند الشيخ حبيب القلب انه هو عمل الحان الاغلب هي صوفيه دينيه، يعني جميله جدا جدا جدا. انا سبحان الله عم احس انه اللي لهم علاقه بالغناء الصوفي بتشوف في عندهم صدق بالاداء، يعني درس القران، درس التواشيح الدينيه، حتى ركب صوته، حتى صار عنده هالصنعه الجميله. فحبيب قلبنا شيخنا العظيم صبري صوت يعني نادر، هاي الأصوات نادرة، هل بيكون فيها الرقة والنبرة الراقية اللي انت بتشتهيها، مثل واحد عطشان وبده يشرب مي، تصور يعني بتروي الزمأك. بإضافة لتلحينه حتى قصائد، بإضافة يعني كان حافظ عمر البطش، حافظ زكريا أحمد، اشتغل مؤذن، فكان مؤذن جميل صوته. في ناس حكالي، واحد قال لي والله يا أبو فريد أنا عشقت الجامع مشان صوت صبري مدلل، قلت له الله أكبر، قال لي والله ما بخبي عليك، تصور قديش له تأثير. طبعا دار العالم هو والأستاذ أدري دلال، طبعا تحياتي لأقوله، هو أستاذي أنا كمان أدري دلال، أول أستاذ لي على آلة العود، العازف الخطير والتكنيك العظيم والنويط، وما بعرف، سبحانك ربي، الدنيا مليئة مليئة فعلا، مليئة بالعظماء. فدار العالم، أنا أذكر الشيخ صبري الله يرحمه، كنت أنا مدعو إلى حفل في بيروت بالبريستول، دعتني مجلة الكفاح العربي وعملت لي عدة مقابلات. يوم أنا غنيت قبلي كان الشيخ صبري، سمعته عم يقول له، قال له هذا بيعرف يغني مثل الشيخ صبري، امتقفطت طبعا، انبسطت كتير. طبعا ماني عم قارن حالي بالشيخ صبري، انتبهوا المقارنة صعبة كتير، هدول أساطين، نحن تلاميذ صغار جنب هدول، لأنه هدول قلن أسس، هدول قلن أسس. لما بدك تسمع الحان الشيخ صبري، لحن صانع لحن له شخصيته، كيف الشيخ زكريا لحنه بتشم ريحته، هذا الشيخ زكريا، هذا لحن السنباطي، هذا لحن عبد الوهاب، لحن بليغ، لحن فريد، كل واحد الله سبحانه وتعالى عطيه بصمه بعمله. فالشيخ صبري كان له بصمه عظيمه، اخلاق عاليه طبعا، انسان محترم كتير، وعاش عمر كويس، ودخيل هاك الطربوش الاحمر، وأهلين لما بيسلم عليك بهالرقة هيك. طبعا حلب فيها أساطين من علم الموشح، من علم الدور، من علم الوزن، من علم النغمة، سبحان الله، كل واحد له اختصاص، كيف كذا بتعمل كذا كذا. بعدين الحلبي أبضاي رغم الفن اللي عنده، حافظ الفن المصري، يعني الأدوار محمد عثمان من أيام السيد درويش، ما بيفوتون فائت، ما بصير شو طلع هذه كذا، هاي لمين، كلها مدونة، ياخدوها صوت ويرجعوا بيدونوها، يعني نوطة مشان ما تنتسب عمرها،
وبيحتفظوا انه هيدي لمين وصنعت بتاريخ كذا وكذا وكذا. فالشيخ صبري صويت طبعا. هلا بيقولوا لي ما قلت لنا كم اكتاف. قلت لكم يا حبايب الصوت الجميل قد ما يكون اكتاف، اكتاف ونص، اثنين الا اثنين وشوي ثلاثه، هو كيف بيوصل؟ بتلاقي الصويت الخبير، ليش قلنا في مطرب معلم مثلا عنده فوق مو حلو ما بيطلع لفوق، او بعد ما بيغني ساعة بيطلع له طلع لفوق، بيكون حمي صوته قدر يركز. في واحد ما بيقدر يغني تحت، بيغني من فوق ذهب. في واحد بالنص. بس الناس شو بيفكروا؟ انه كله هذا شو لازم يكون وهذا شو لازم يكون. طبعا الاستاذ صبري اول ما غنى طبعا اكتافين اكتافين، بس الغني اللي غناهن الجمال، يعني اللي بنضل نقول غنى الجمال، بالاكتاف ونص، يعني بالباس باريتون بالباريتون هو طالع شوي. هدول هيك طالعين من روحه جميلين، ما قدر او ما بده. هلا منشوف الشغلات هاي، ان تسمعوا مثلا فريد الله يرحمه مغنى بنادي عليك بشبابه، شوف شو جاي. ما عاد عادة. عبد الحليم جبار سجلها ما استجر غنى على المسرح، قديش محى وشطب حتى جاب هاي الطبقة. هيدي انه انا بالشباب مريت. بس انا ايمتى بينحسب لي؟ انا اذا بكل حفلة غنات هيك. من بعد امركم قديش كبير صوت الاستاذ صباح، قلنا لكم زمان وعامل كذا، بس هو شو بيغني عادة من هالمكان؟ استاذ وديع شو بيغني؟ عبد الوهاب شو بيغني؟ إذا أنت دائما وين الأريحية عندك؟ الصوت ما بيزعج الإذن ولا بيزعجك، هاي مساحة الصوت الحقيقي. لذلك أنه دائما الواحد الوسط بيضل مريح، بيضل مريحك. والصوت هيك أنت لما بتعود حالك، لكن الواحد الله عاطيه الصوت وطبقات، إلا بده يعرض شو عنده، إلا بده يعرض شو عنده. الأذكياء القدماء بتلاقي دخل درج 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 حتى حمي فوق، عطى أفعى ورجع. في ناس ما عنده درجات هاي طالما ببلش دغري من فوق. هذا كل واحد الله عاطيه شخصي وعاطيه صوت. فصبري كان المساحة اللي بيغني فيها هاي ما في أجمل منها. يعني كأنه أنت اسمع لما بيغني لأم كلثوم، الله 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 الله، يطربك يا أخي بالقفل، وبيطربك بتغيير النغمة، وبيطربك بمطرب كبير وصوفي كبير رحمه الله الشيخ صبري، عالم في النغم، صوت جميل وعالم في النغم. فأنا بنظري هو فنان أو أستاذ كبير قل نظيره رحمه الله، فهو إرث لكل عربي على وجه هذه الأرض. أخيرا لكم حبي، والله يرحمك شيخنا وحبيبنا وأستاذنا صبري مدلل. شكرا يا حبايبي.